الله عليكم اعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايه لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. في هذا الفيديو ان شاء الله ساشارك معكم بعض الاسماء التي هي رسميه على اهبه الاستعداد لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وعلى بعد خطوه واحده يعني تمثيل الخضر في قادم المواعيد. وبطبيعه الحال ساشارك معكم بعض الاسماء التي هي محتمله بشبه رسمي ألا تكون في قائمة الناخب الوطني جمال بن ماضي. وفي نهاية هذا الفيديو سأشارك معكم آخر أخبار محترفينا المهمة بكثرة. وطبعا إذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه المواضيع أود أن أوضح نقطة في الفيديو السابق الذي نشرته كما تشاهدون. هذا الفيديو الذي يعني نشرته سابقا ليلة أمس ووصلتني العدد من الانتقادات، لانني وضعت في العنوان انه رياض محرز يعني هو الذي وضع خطه نادي مانشستر سيتي، فالبعض راح ينتقد والبعض اضحك بسبب ذلك العنوان. ولكن بغيت نقول لكم يا جماعه انني ما رانيش نجيب اخبار من راسي، ولا راني هكذا كنروح نرقد طيح عليا فكره ونجي نقولها لكم هنا في يعني في قناتي نقلت وايدهم. لا بالعكس، انا دائما نجيب لكم حاجه نعطيكم المصدر نتاعها، وها هو حساب مانشستر ايفنينغ صرح بنفس الشيء. يعني لست احضر لكم اخبار من وحي الخيال، يعني اي حاجه كاينه راني نجيب لكم بالمصدر تاعها. كما تشاهدون قبل مباراه الامس وضع رياض محرز خطه لاعب السيتي. يعني زدت حاجه من راسي؟ ما زدتش حاجه من راسي، وهذه حاجه باينه باللي انه رياض محرز ما راحش يعطيهم الخطه، ولكن تصريح رياض محرز ممكن انه اعجب به بيب غوارديولا، وممكن انه اتبع النهج الذي صرح به رياض محرز. وبطبيعه الحال كل ما صرح به رياض محرز قبل مباراه ارسنال طبق فوق ارضيه الميدان. سجلوا الهدف الاول في الدقيقه الاولى من عمر المباراه، وهذا ما كان يعني يلمح له رياض محرز، قال باللي لازم نقتلوا المباراه وريتم المباراه في الدقائق الاولى من عمر المباراه، وكل الكرات كانت تصل لرياض محرز. يعني قولوا لي في صندوق التعليقات وجبت حاجه من راسي ولا لا، كل شيء بالدليل امامك. ولكن لا علينا زعما مشاهدي، الانتقادات يعني راح توصلني اينما اذهب، لانه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقدوه وكذبوه والى غير ما ذلك. المهم هذا الشيء لا يعنينا. ساشارك معكم الان لاعبي مزدوجي الجنسيه الذين استخرجوا وثائقهم الرسميه وجواز سفر رسمي من اجل تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. رسميا لاعب بوافيشتا البرتغالي يانيس حماش، هذا اللاعب زعما مشاهدين يعني استخرج وثائقه الرسميه، وايضا استخرج جواز سفر جزائري الأصل، وهو على أهبة الاستعداد لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في حال تم استدعائه. وبطبيعة الحال هذا اللاعب أعزائي المشاهدين يقدم مستويات كبيرة وعملاقة في نادي بوفيشتا، وهو أيضا يعتبر من أحد أفضل اللاعبين في الدوري البرتغالي مع هذا الفريق، يعتبر من الأفضل اللاعبين في سنه، يعني يمتلك من عمره 21 سنة، فهو يعتبر من الأصاغر، يعني 21 سنة ما شاء الله يعتبر من الأصاغر، وكان من أفضل اللاعبين في سنه في أحد القائمات شاركها معنا موقع سوفا سكورت العالمي. طبعا هذا اللاعب يعني يشغل منصب الظهير الأيسر، وطبعا راه لعب 15 مباراة، تحصل يقدم عفوا هدفين، وأيضا قدم تمريرتين حاسمتين مع فريقه بوافيشتا. فبطبيعة الحال أنا هذا اللاعب يقدم مستويات كبيرة على ضمانتي، قد نقول لكم هذا الشيء. وطبعا كانت تصريحات له تدعو للفخر، وبطبيعة الحال يعني كانت لديه تصريحات قوية بأنه يريد تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، حيث صرح سابقا قائلا: أنا مستعد للقدوم إلى الجزائر سيرا على الأقدام في حال دعوتي لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري. وقد تم إعلامي بأني محل متابعة من قبل الناخب الوطني جمال بن ماضي في المنتخب الوطني الجزائري، وأنا سعيد للغاية بدخول حسابات المنتخب. فلهذا هو يعني استخرج وثائقه الجزائرية وجواز سفر جزائري من أجل إذا جمال بن ماضي راح يستدعيه راح يكون واجد وهو على أهبة الاستعداد. بينما أيضا هذا اللاعب ليس فقط هو الذي استخرج جواز سفر، بل ايضا هنالك رامز الرقي لاعب تفنتي الهولندي، هذا اللاعب هو ايضا استخرج وثائقه وايضا استخرج جواز سفر جزائري وهو على اهبة الاستعداد لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وهذا حسب تصريحاته الاخيره وهو تحت يعني انظار الناخب الوطني جمال بن ماضي. يعني كلا هذان اللاعبين يراقبهم جمال بن ماضي. اضافه الى ذلك اضيفوا عند قائمتكم نجم فالفيك احمد طوبة الذي يقدم مستويات كبيره، مدافع ولكن وزن هداف، هذا اللاعب راه مقدم اهداف كثيره وطبعا اهداف صاروخيه ابعد من منطقه جزاء الخصم. وبطبيعه الحال هذا اللاعب هو ايضا
تواجد هذا اللاعب في الأيام الأخيرة في السفارة الجزائرية المتواجدة في الدور الذي يلعب فيه من أجل استخراج وثائقه الرسمية الجزائرية، وهم يعني على أهبة الاستعداد. عندنا يانيس هماش، وأيضا عندنا أحمد طوبة ورامز زروقي على أهبة الاستعداد، وأكثر من اللاعبين الآخرين. ولدينا أيضا حتى حكيم زداد هو أيضا استخرج وثائقه الجزائرية وجواز السفر الجزائري. هؤلاء اللاعبين كلهم على أهبة الاستعداد. فقولوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات حول هؤلاء اللاعبين، ومن تتمنوا أن تروه في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي في قادم المواعيد. بينما الآن نذهب إلى الغيابات المحتملة. صراحة عندما أقول غيابات، هنالك يعني غيابات بالجملة في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي. للأسف الشديد لدينا لعنة إصابات سلطت على لاعبي الخضر. اولا لدينا اسماعيل بن ناصر، هذا اللاعب لاعب نادي اي سي ميلان، الذي اي سي ميلان في الاونه الاخيره سقط بثلاث اهداف مقابل ولا شيء بسبب غياب هذا اللاعب امام انتر ميلان، امام هذا الديربي الكبير الذي كان الجميع ينتظره. فبعد غياب هذا اللاعب، لا غازيتا ديلو سبورت يعني تحصرت بغياب اسماعيل بن ناصر، ويعني كان من احد اسباب الخساره، لانه هذا هو محرك وميزان نادي اي سي ميلان. فهذا اللاعب راح يغيب لفترات طويله حسب ما صرح لنا المدرب لنادي اي سي ميلان ستيفان بيولي، قال بانه راح يعيد كل ما فعله في سابق المواعيد، ويعني سيتم اخضاع هذا اللاعب الى فحص طبي معمق جدا، وطبعا لن يستعجلوا هذه المره اشراكه في ريتم المباريات من اجل سلامه هذا اللاعب. فيعني في شهر مارس ان شاء الله القادم عندنا تربص، فمن المستحيل انا ارى هذا اللاعب راح يكون واجد. انا متمنى يكون واجد، ولكن اصبح من سابع المستحيلات ان اراه حاضر، ولكن تمنياتنا له بالشفاء العاجل، ونتمنى نكون انا مخطئ ويكون هذا اللاعب حاضر في تربص المنتخب الوطني الجزائري. بينما ايضا لدينا يوسف عطال، هذا اللاعب للاسف الشديد يعني لعنة الإصابات سلطت عليه ضربة واحدة ودفعة واحدة، وحاليا يعني يتواجد خارج مخططات نادي النيس الفرنسي، وهو أيضا مصاب بإصابة أبعدته عن الميادين لمرات عديدة، وطبعا ما زال لحد يومنا هذا يعني مبتعد كثيرا عن نادي نيس. بطبيعة الحال هذا اللاعب أيضا سيكون من سابع المستحيلات أراه أنه سيكون في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، بينما نتمنى له في نفس السياق الشفاء العاجل. بينما لدينا أندي ديلور الذي سيتغيب ثلاث أسابيع مثل ما كشف لنا يعني الوفد الطبي الخاص بنادي مونبوليي، وأيضا لدينا رشيد غزال الذي هو أيضا سيتغيب عن الواجهة. رشيد غزال لم يكن متواجد في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، ولكن هذا اللاعب يعني راح يقدم مستويات كبيرة جدا في الدوري التركي مع نادي بيشكتاش. حتى إدارة نادي بيشكتاش يا جماعة يعني قالت وأيضا بعثت بطلب رسمي لإدارة نادي ليستر سيتي من أجل شراء عقد هذا اللاعب، وأن لا يبقى فقط بداعي الإعارة. وطبعا كان هنالك رد من إدارة ليستر سيتي وحددت شروطها، والشروط هي كالآتي: تريد بيع هذا اللاعب ب 8 ملايين يورو، يعني اذا بشكتاش راح يدفع 8 مليون يورو يعني راح يبيعوا هذا اللاعب لنادي بشكتاش. فاخبرونا اراءكم في صندوق التعليقات، هل تتوقعون غياب هذه الاسماء التي شاركتها معكم؟ طبعا هذا الشيء لا يؤثر، لان لدينا لاعبين يعوضون هذه المواهب وهذه الاسماء الثقيله، ولكن في نفس السياق نتمنى لهم كامل يكونوا في الفورمه العاليه، وكامل يكونوا يعني واجدين من اجل المباريات مع المنتخب الوطني الجزائري. وطبعا ننتقل الى الخبر الموالي عن فريد بولحيا الذي هو ضمن التشكيله المثاليه للدور الفرنسي حسب جريده ليكيب الفرنسيه. طبعا هذا اللاعب الاسبوع الماضي كان افضل لاعب في الدور الفرنسي ككل، وطبعا تواجد مره اخرى في التشكيله المثاليه، فما شاء الله على هذا اللاعب. وهذا اللاعب اعزائي المشاهدين نقولها لكم بشكل شبه رسمي، ما نقدرش نقول لكم رسمي، ولكن نقدر نقول لكم بشبه رسمي انه سيكون مع المنتخب الوطني الجزائري، واول مبارياته راح يكون اساسي، لانه هذا اللاعب ما شاء الله ربي يحفظه من العين وربي يحفظه من العين وربي يحفظه من العين. هذا اللاعب يعني قدم لك مستويات كبيره، وصراحة به لاعب يعني في الدوري الفرنسي ويشغل خط وسط هجومي وينافس كيليان مبابي وينافس ايضا يعني نيمار دا سيلفا هذا النجم البرازيلي ويتفوق عليهم ككل، يعني هذا شيء عظيم يقدمه هذا اللاعب، والعظمه تبقى لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا اللاعب راه في الفورمه، ونتمنى له كل التوفيق، ونتمنى له ان يطبق ما طبقه في الدور الفرنسي مع المنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد. بينما اسلام سليماني في حوار اجراه مع قناه بي ان سبورت خرج للعلن وصرح بتصريحات قويه مباشره لمدربه رودي غارسيا بسبب الوقت الضيق الذي يناله في نادي أولمبيك ليون، حيث صرح قائلا لقناة بي ان سبورت الفرنسية: لست من النوعية اللاعبين الذين يرفضون البقاء في دكة البدلاء أو على المدرجات، أسعى دائما للعب
اساسي. يعني كاين فرق كبير يا جماعه بين تصريحات رياض محرز وتصريحات اسلام سليماني. يعني اسلام سليماني راح ينتقل الى هذا الفريق، ورغم انه كان هنالك اتفاق بينه وبين رودي غارسيا، ولكن اسلام سليماني يعني خرج للعلن ويريد ان يلعب كلاعب اساسي، وهذه رساله مباشره لمدربه. بينما صرح قائلا: انا اسعى دائما للفوز بهدف مساعده فريقي على تحقيق الاهداف، وسابذل كل ما املك من مجهود للفوز بالمقعد الاساسي في صفوف الفريق. وكانت لديه تصريحات كثيره وكبيرة جدا، ولكن هذا التصريح هو الذي أردت أن أشاركه معكم، يعني الذي بعثه مباشرة إلى مدربه رودي غارسيا، بينما شكر أيضا ولم ينسى الخير الذي قدمه له وحيد حالي نزول الناخب الوطني السابق للمنتخب الوطني الجزائري، حيث صرح قائلا: 90% يعني حالي نزول كان سببا لي في أن ألعب في الدوري الأوروبي. فكان هذا فيديو اليوم، أخبرونا آراءكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.